بعد حصولها على جايزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة للدراما، منى زكي بتقول: قعدت أسبوع مش عارفة آكل بسبب فستان المهرجان، حقيقي كنت مرعوبة قوي وقعدت أسبوع كامل مش عارفة آكل ولا أشرب كتير. شاركت منى زكي في السباق الرمضاني للعام الحالي 2023 بمسلسل تحت الوصاية، وحصلت على جايزة أفضل ممثلة عن دورها في المسلسل. وشاركها بطولة مسلسل تحت الوصاية مها نصار ودياب ورشدي الشامي ونهى عبدين ومحمد عبد العظيم وأحمد خالد صالح والطفل عمر شريف وجميل برسوم وعلي الطيب وأحمد عبد الحميد وغيرهم الكتير من نجوم الفن، والعمل تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير. أحداث المسلسل بتدور في إطار درامي اجتماعي حوالين سيدة بتعاني من مشاكل وأزمات كتيرة وبتحاول التصدي ليها بعد وفاة زوجها وتركها تعول أسرتها، وهي بتشتغل في توريد الأسماك والجمبري من خلال امتلاكها لمركب صيد. سألوا منى زكي هل بتطلب تعديل صورها من المصورين، فردت: بجد طلبتها مرة واحدة وندمت، علشان بنطلب حاجات بسيطة لكن المصورين بيعيشوا الدور قوي، وعلشان كده بحس ان الصور مش هينفع تتعدل. وسألوها كمان عن شخصية الدراما كوين، علقت: الناس اللي عمالة تشتكي طول الوقت هم دول بالنسبة ليا الدراما كوين، وانا مش بحب الشخصية دي خالص. الف مبروك منى زكي.